أراكم تطلبون الزلات في الأشخاص ولا تطلبون المعاذير. فوالله ما تحرفش بقى، فوالله إذا أمسكتم على شخص ذلة أخذتم تشهرون به. كيف تشككون في عقيدة وبأي حق تتهموه، يعني دكتور في جامعة الأزهر يعني، بفساد عقيدته وآخرون كثيرون. بالنسبة لهذه المسألة هو القصد والإنصاف. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر الله تعالى بإقامة الميزان، والميزان هو القسط وهو الإنصاف، القسط والإنصاف. وهكذا علمنا القرآن القسط والإنصاف. فهذه الملكة ملكة سبع كانت كافرة، وعندما قرأت كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالوا لها: نحن أولي قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا لها: ولا يهمك أيتها الملك، إحنا عندنا جيش عرمرم يروح يدك الرجل ده. ولكنها قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا كلام الملك. قال الله تعالى: الواو هنا ليست واو العطف، الواو اللي جايه ديت مش واو العطف، ولكنها واو الاستئناف الدل على معنى القطع. قطع المعنى يعني انتهى المعنى خلاص وابتدأ معنى جديد. قال الله: وكذلك يفعلون. والمعنى أي إن الله تعالى صدق الملكة الكافرة في مقولتها الصادقة. إذا معناها ملكة كافرة، لكن ربنا أي صدقها في القرآن. لما النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح جعل أبا هريرة على بيت مال المسلمين في جمع الزكاة، فلما كان الليل رأى أبو هريرة رجلا يحط الطعام في ثوبه فأمسك به: لأرفعنك إلى رسول الله، دعني فإن لي عيالا أعولهم. سيد والليلة الثالثة والثالثة: لأرفعنك. قال: دعني إن لي عيالا. قال: لأرفعنك. قال: لو علمتك شيئا إذا قلت كان لك حفظا من الشيطان سائر يومك إلى أن تقوم أكنت تاركي؟ وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير. قال: ما هو؟ قال: آية الكرسي. آية الكرسي تقولها عندما تأخذ مضجعك للنوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه اللي حصل؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ صدقك وهو كذوب، إنه الشيطان. الله، إذا الشيطان كذوب، وكذوب على وزن فعول، وفعول تنفع صفة مشبهة وتنفع صيغة مبالغة. والأولى في هذا المقام أن نقول بأنها صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة فيها معنى اللزوم. يعني ما نقولش مثلا غفور ورحيم صيغة مبالغة، لا، نقول أوصاف لله عز وجل، صفات مشبهة. فهنا صدقك، صدقك أي في هذا الموضع، ولكنه إيه؟ كذوب. يبقى الأصل فيه الكذب، بس في هذا المقام إيه؟ كان صادقا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا الإنصاف. يبقى ربنا علمنا الإنصاف، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الإنصاف، وعلماء الإسلام في كتبهم علمونا الإنصاف. الإنصاف إن كل واحد ياخد قدره بالضبط، قدر بالضبط. نذكر حسناته ونذكر سيئاته، نذكر حسناته ونذكر سيئاته، فإن كانت سيئاته مما تطوى طويناه. افترضنا واحد متسمم ومن أهل الفضل بس وقع في هفوة، نفضحه؟ ما نفضحوش. ليه؟ لأن عنده بحر داخل
من التسلل والخير، يبقى دي ممكن نحن نطوي سيئات، نطوي سيئات. أما من كان متلبسا ببدع أو بشركيات فكيف نطوي هذه الشركيات؟ لما واحد مثلا يقول إن أنا بشوف النبي عليه الصلاة والسلام عياما وبيسلم علي وكلمه يكلمني، ده أنا إيه الراجل ده؟ مش في المنام. طب جاب الله، أنت بتبص لي كده ليه؟ بيشوفه زي ما يشوفه كده، بيجي له النبي عنده في الدار ويقعد معاه ويسلم عليه وكده، ده نقول ايه ده؟ وده راجل يعني ما شاء الله لو ليه صالح الاسماء، لكن شيخ كبير واوائل غير ذلك. ماذا مثل ذلك يعني يكون قادحا، يكون قادحا. لما واحد يقول يجوز التوسل بذوات الاموات والغائبين لأن الأولياء أوصياء الله تعالى في الكون ولهم سر كوني، كان ده كلام فاسد، كأن ربنا عز وجل جعل هناك وكلاء له في الكون، فربنا بقى عاوز ياخد راحة ويشغل مين؟ ويشغل وكلاء بدور، ينفع الكلام ده؟ هو ربنا صاحب ملك وعاوز ينام شوية يستريح استغفر الله ويشغل الشغيلة اللي عنده؟ استغفر الله، ده كلام كفري ما ينفعش. فمثل هذا الدكتور الذي ذكرت له طماع من هذه الطوام، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ولك.